السلام عليكم متابعي قناة اير جيمر ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو درته بعد ما سولني بزاف ديال الاخوه فيكم اير جيمر شنو الهاتف اللي كتلعب به، اير جيمر اشنو الاعدادات اللي كتلعب بهم، وان شاء الله غنحاول نجاوبكم على الاسئله في هذا الفيديو هذا، نقول لكم شنو الهاتف اللي كتلعب به وشنو الاعدادات ديالو واش عاجبني ولا ما عاجبنيش وشنو هما الايجابيات والسلبيات ديالو. الا كنتي اول مره ما كتشوف هذه القناه ولا اول مره كتسمع هذا الصوت، هبط الى بغيتي وخلي لنا واحد اشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش تبقى ديما اجور، وراه غنلوح لكم واحد الفيديو ان شاء الله السيمانه الجايه على حسب التعاليق اللي غيكونوا على في هذا الفيديو هذا، يعني انواع ديال التليفونات غنلوح لكم واحد الفيديو فيه الاعدادات ديال جميع الهواتف اللي غتطلبوها مني في التعليق، غنحط لكم الاعدادات ديالهم في فيديو واحد. يلا الاخوان بلا ما نطولوا عليكم الفيديو باش ما نطولوش الفيديو بزاف. الهاتف اللي كنلعب به هو هذا، سميتو هاتف هواوي بي 20 برو، يمكن خرج في 2018 ولا شي شيء بحال هكاك. هو صراحه قديم شي شويه يعني، ولكن راه باقي يعني الهواتف الرائده راكم عارفينهم كي دايرين، يعني كيبقى شاد في راسو، الاداء ديالو ما كينقص على خلاف الهواتف المتوسطه والضعيفه. الرام ديالو السعه ديالها 6 جيجا، والبروسيسور عنده كيرين 980 128 جيجا في ستوكاج. الشاشه يمكن عنده اموليد شي حاجه ما عقلتش عليها بالضبط. المهم انا غنجربو قدامكم دابا وتشوفوا السلاسه ديالو والخفه ديالو يعني واش مزيان ولا لا، ومن بعد ان شاء الله غادي نعطيكم الاعدادات ديالو. بالنسبة للسلبيات والإيجابيات ديال هاد الهاتف الإخوان، صراحة الحاجة الوحيدة اللي ما عجبانيش في التليفون واللي مديرونجياني هو أنه صغير شي شوية، يعني كون زاد في غير واحد البوس ولا هذا غادي يكون مزيان، ولكن صراحة صغير شي شوية. وتا الإعدادات كما كتشوفوا مزاحمين، ما كاينش لي سباس وداك الشيء، هذه هي الحاجة الوحيدة اللي ديرونجاتني فيه شي شوية. والحوايج اللي عجبوني فيه هو أنه فيه الفاست شارجين، يعني كتشارجا في البلاصة تقريبا نص ساعة ولا هذا كتشارجا، وفيه ما كيسخنش وسميتو، والاداء ديالو ما كينقصش مع الوقت، يعني كما شريتو تقريبا دابا راه اكثر من عام وباقي كما هو الاداء وداكشي ما نقص ما والو. الاخوان دابا وصلنا لمرحله الاعدادات. بالنسبه للاعدادات انا كنخلي في سونسيبيليتي جينيرال كندير فيها ما بين 90 حتى 100%. هاد الريد دوت هادي ما كنديرش فيها 100%، حيت الا درت فيها 100% الام كتطلع فوق الراس، غالبا كنخليها بين 60 و80%. سكوب جوج كندير فيها 96 97 94، وبالنسبه للسكوب 4 كندير فيها 94، التحتانيه سنايبر كندير فيها 96 ولا 100، هذيك ماشي مشكل، هادشي اللي كاين. وبالنسبه للكونترول الاخوان، بالنسبه للكونترول الام انا كندير فيها تقريبا ما بين 55 حتى 62، يعني هادشي اللي كندير فيها. والوضعيه ديالها راكم عارفينها، كنحطها بين زر القفز وزر الجلوس، هادشي اللي كاين وبالتوفيق. وكما قلت لكم الاخوان ما تنساوش تخليوا لي نوع الهاتف ديالكم في التعليق، باش انا ان شاء الله غادي ناخذ هذوك الهواتف اللي كاين في التعليق بعين الاعتبار وغادي ندير فيديو عليهم ان شاء الله السيمانه الجايه، غادي نقول لكم الاعدادات ديالهم، غادي نحاول نقلب على الاعدادات ديالهم ونلوحهم لكم في واحد الفيديو اللي غادي يستافد منه كل شيء. والسلام عليكم ورحمه الله، دمتم سالمين.